معلش يعني وين تكلم عنك؟ معلش يا حاج، عندي شبكة ضعيفة وما عليها. والله مالي امتاز، عم قتدحت كل شيء. عاد باقي يفتح صدرك يا حاج علشان افتح. سبيرات، انا قلت لك من هو قدحنا صدري والفعل، بس قدحنا صدري هرب والجهاء. انت داري يا مرتاح نفسي، لو ما وحمت وحم علي. ليش؟ لازم يطلع لي واحد ساعة نخرفات. نعم، بعد انت القاضي داري يا حاج ما بالماء، عدت وحميش انت، خلاص قد فصلتي. من هو ركبت حاجة جديدة؟ ما درى ما ركبتي وركبتي ستة. انا بغيها بيني وبينك. حج الرنقسة. انت داري للماشي واحد زي ما ها، انت، على حسب لو ما ولدي خرجوا منه خرسة على البلوك. ما عاد انت ايش حيروح عمو. لا ما درك، عاد انا اشتريت زوج جديد ما قد خذ الا كيلو. جرن قزا مالك مالك، اصبر بين توضع المداعب. ناح يا بطني، مال بطنش، مال بيروحي، مالك يا حجه. الجاهل بيركض ابن الكلب. انا قلت لهم ما يلعبش، يقولون العبها انا قاطعت انا الزجاج. ابوه هذا كل السبب، ولو ما يديليش حق جعل يفعل هكذا. هذا الحين يا حج الرنقة، سعاد انت حق زواج النفس اللي هو احد، والله بطنتي ما عادت حق زواج. اسكت بس، لا عاد تبتعش بني، شكلي شايل اي لك عندها ثالث. ها، ها ها كم بردع أما أنت ها تتذكرني الصمادة بل ما صرت طالعي. إيه؟ بعدين معلش ما ترقدي يا حج، معلش ما ترقدي من الصبح. ما عاد احنا قمت من لجلبنا الكلب زوجي بعيد لما ها، لو وانه قلتي من لما الكلب الفلحي. بعيد فلم ايوه بعيد فلما لو وانه ابن الذين جاء يمني على حاجة ثانية. ما قوامش على حاجة ثانية. ايوه تقومني على حاجه ثانيه، ولو لا خليها لك على الله. كيف؟ ما اقول لك اشرح لها في البيت وين هو. هكذا لما واحد تتزوج من 18 نوعد عاد باقي فيش نفس سمرة وحلا، ولا قد ما عاد بيش. ايوه عاد انا ركبت ما ركبت يا حج، الله اكبر علي، كل اللي تركوا ما عاد فيش قد، كل شيء فيش تركوا. اي وقت ما درى، وذا بيجوا يشلوني المساء قالوا لا والجنيه. قالوا ما عاد فيش الا فسود مثل الاصفري، ما عاد فيش يروح. ما درى تي وانت عاد بسر. ها، بين اقول له هذا ابن الكلب يقر، ولو تالا حق جعال النور الثالث بيصير يجعل من عند البلع. ما خلص.